السلام عليكم البنات، معكم نصائح حليمة. جيت غير للتذكير فقط بالنسبة للناس اللي كيكونوا يعني عيانين فاتيقي، لا تعقلوا ديك المكملات الغذائية اللي أنا كنت صوبتها في الشهر ديال رمضان، وملي خرج رمضان ملي كتكمل كنعاود نصوبها. هذه مكملات غذائية طبيعية البنات، ملي كناخد من بعد الفطور ديالي كناخد يعني طاسة ديال الحليب، كنعمل فيها شوية ديال القهوة شوية، وتناخد المكملات الغذائية اللي هي غترجعوا للفيديو وغادي تشوفوها. تنعمل شوية هنايا فيها كل شيء البنات، فيها اللوز القرقع، فيها زرعة الكتان، فيها الججلان، فيها يعني ما نقولش لكم، سيتيون بومب اتوميك اللي انا ملي كنتناول هاد المكملات الغذائية تيقو بيا، ما كنحش بالعيا ولا بلا فاتيك النهار كله. فيها الشوفان، فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيف قلت لكم غادي نرجعوا غير هانتوما. اللوز مطحون من غير اللوز اللي انا عاملاه، هانتوما اللوز اللي انا عامله حبوب. فيها كيف قلت لكم الخطال، فيها بزاف ديال الحوايج اللي غادي نرجعوا لا فيديو اللي انا كنت قسمتها معكم، وغادي يعني تحاولوا تعملوا هاد المكملات الغذائية. انا جيبها معايا للخدمة البنات، هاد القرعة ديال القهوة خوات ليا وكنعمرها في الماء كتخوى، كنعمرها وكنسدها وكندخلها للثلاجة، كندخلها للثلاجة البنات. وهنايا كنعملها هكا، كنعملها هكا، وملي كتبداو يعني تشربوا فيها ما تيقونيش، كتحسوا بواحد النكهه ديال الجلجلان، زريعه الكتان، القرقع، اللوز، نواد كاجو، يعني الخطر، واحد النكهه اللي هي غزاله والعيا ما كنحش به نهائيا. يعني الشكر كيرجع لهاد الوجبه اللي انا كناخدها، اللي هي مكملات غذائيه فيها الاوميغا 3، فيها لي دوز فيتامين، فيها كل شيء البنات. ترجعوا غير ديك لا فيديو ديالي اللي انا صوبتها وكانوا شي ناس جاوا داوها، ومن بعد كنصوب ليا فين ما كتقاده كنصوبها ليا. كنقول لكم ما تنساوش تعملوا لو بارطاج وتعملوا جيم على ود. انا غادي نخوي لكم شويه في الطبسيل، هانتوما خويت لكم في الطبسيل باش تشوفوا. هانتوما فيها شويه ديال الحلبه مطحونه، فيها الحوايج اللي همايا ما عملتهم. ديك الحلبه ما كتعرفوهاش وما كتشموهاش وما شمها فيكم حتى واحد. فوالا هانتوما البنات كاع اللي فيها. كننصحكم بهاد المكملات الغذائيه، يعني تحاولوا تجمعوا داكشي اللي انايا عامله في الفيديو السابقه اللي غترجعوا ليها، وغادي تحسوا بواحد النشاط. يعني كاع اللي هي الذات ديالنا كتحتاجو كتلقيه في هاد الوجبه اللي انا كناخدها يوميا من بعد الفطور ديالي. انا البنات في الصباح ما كنفطرش، انا كناخد غير قهوه كحله وكنتسنى ديك ساعتين ديال المكانه، وكناخد الحليب وكنعمل فيه جوج ديال المعالق ولا ثلاثه، وتبارك الله والصلاة على النبي ما شاء الله ما شاء الله ما كنحس لا بعيا لا بوالو من هاد الوجبه اللي هي مدخله فيها وسي الدقيق ديال البلبوله مدخله فيها، مدخله فيها الشوفان، مدخله فيها زريعة الكتان، مدخله فيها الصانوج، النواد كاجو، زريعة الكتان، مدخله فيها بزاف ديال الحوايج.
اللي ما نقولش لكم عطيت لواحد الصديقة ديالي في الخدمة، عطيتها منها شوية، قالت لي سي انكرويابل حليمة، ما كنحس لا بنعاس لا بعيا لا بوالو، وكنتمنى تعملوا ليها لو بارطاج، وهادشي كنعملوا ليكم باش اي حاجة يعني نفعتني كنعملها ليكم باش تستافدوا منها. بالاخص هاد الحوايج هادو موجودين كاينين عند المحلات اللي كيبيعوا داكشي ديال المواد ديالنا، المواد ديالنا اللي مركز عليها البنات، وهي اي حاجة تاخدوها تشوفوا لا دات يعني المدة ديال امتى غدا تسالي. على ود انا ما كنشريش داكشي بالكيلو اللي ما كنعرفوش شحال عنده ولا فاتت عليه لا دات، ولا كلشي كناخذو عنده لا دات ديالو امتى بدا وامتى غيتسالي ليه المده الاصطلاحيه ديالو. كنقول لكم جو فوز امباسي جو فو دي بيانتو على بروشان فيديو، ما عليكم غير تشرفوني بلو لايك ديالكم ولو بارطاج ديالكم والتضامن في القناه ديالي. جزاكم الله خيرا وعواشا مباركه مسعوده. السلام عليكم.